عبر الهاتف معي سيادة اللواء نبيل عبد الوهاب، أحد أبطال تفجير ميناء إيلات الإسرائيلي. تحياتي سعادة اللواء. أهلا، صباح الخير. صباح النور يا فندم. هذا النشاط التدريبي يعني مستوى عالي كما شاهدناه في هذا التقرير، أولا سؤالي ماذا يقول في هذا التوقيت تحديدا سعادة اللواء؟ هو بيقول إن إحنا دائما مستعدين، ومش شرط عشان نخش حرب إنما عشان نظهر قواتنا بحيث نتجنب الحرب. مفيش دولة تقدر تحارب بلد عندها مثل هذا الكم من التعاون بين الأسلحة اللي هو يردع أي حاجة ممكن تحصل لنا فتقدر تخش معنا في مجابهة يعني. طيب ساعات اللواء، لو اتكلمنا عن قدرة أو جاهزية رجال القوات المسلحة في حماية المقدرات بشكل عام، هذا الملف تحديدا لو بدأنا نتحدث عنه مع سيادتك ماذا تقول فيه؟ بالتأكيد بعد تنوع الأسلحة اللي حصل عندنا كتير، جبنا يمكن أنا متحيز شوية للقوات البحرية على أساس أن أنا كنت ضابط القوات البحرية، التنوع شديد يعني في كل حاجة، في الغواصات، في الفرقاطات، الوحدات الخاصة. يعني أنا فعلا لما بزور لواء الوحدات الخاصة دلوقتي بعد سنوات طويلة بلاقي أن هناك فارق شديد للغاية ما بين الأول ودلوقتي. بقى كل حاجة التدريب عليها يعني متقدم بشكل شديد. في لواء الوحدات الخاصة بالذات كنت أشرف بأن أنا واحد منه، لما بروح دلوقتي ألاقي في اللواء مراكز تدريب أكثر تعقيدا بشدة من الأول. كل شوية بنتقدم وبنعمل بنواكب التكنولوجي العالمي يعني، فالتدريب عندنا بقى حاجة هامة جدا في ظل تنوع الأسلحة اللي موجودة دلوقتي عن الأول. يعني مسألة التعقيد في التدريب اللي حضرتك أشرت ليها، أو هناك أن هناك تدريبات متطورة، سؤالي في هذه النقطة كيف يكون هناك تنسيق من وجهة نظرك بين القوات البحرية، بين القوات الجوية، بين حتى القوات المسلحة، لأنه دور مهم مسألة التنسيق بينهم. بالتأكيد طبعا التنسيق ما بين أفرع القوات المسلحة ده هام للغاية، وده اللي شفناه النهاردة في التدريب اللي حصل، ان كافة افرع القوات المسلحة بتتعاون. يعني مش كل فرع بيشتغل لوحده، لا، كل واحد بيتعاون مع الاخر لتنفيذ المهمة. سواء من القوات الجوية او القوات البرية او القوات البحرية. كان اللي حصل كان تدريب اكثر من رائع حقيقة، وده اللي هو بنشتغل عليه على طول في قواتنا المسلحة. يعني التعاون البناء ما بين افرع القوات المسلحة بيعمل نتيجة هائلة، يعني بحيث نقدر نعمل في اي اتجاه، سواء في البر او في البحر او في الجو، كله تعاون أكثر من رائع. يعني هل تختلف ساعات اللي هو السيناريوهات الموجودة للتنفيذ في مسرح العمليات من وقت لآخر؟ لأنه يعني هذه النشاطات يعني تحدث بشكل متكرر على مدار السنة، فهل تختلف في كل مرة مسألة التدريب أم تكون واحدة؟ بالتأكيد اللي حضرتك بتقوليه ده هو المغزى، كيفية التعاون ما بينهم وما بين بعض. كان الأول القوات البحرية بتشتغل لوحدها والجوية بتشتغل لوحدها، كل واحد بيعمل حاجة، إنما دلوقتي التعاون ما بين أفرع القوات المسلحة هام للغاية وبيدي نتائج رائعة في صد أي عدوان على بلدنا إن شاء الله. في هذا الخبر أو في هذا التقرير اللي عرضناه ساعة اللواء، كانت المرحلة الأولى للنشاط التدريبي خاصة بالدفاعات عن الوحدات البحرية وهي تخصص سيادتك. يعني نشرح سريعا ماذا تتضمن هذه المرحلة؟ والله كان الأول زي ما حضرتك بتقولي في تقدم في النواحي التدريبية. كان الأول كل حد بيشتغل لوحده، لكن
اتضح من تقدم ان التعاون ده حاجة غاية في الأهمية. فلما بتتعاون القوات البرية مع القوات البحرية سواء مثلا في عمليات الوزن والوحدات الخاصة كان حاجة تعاون مثمر وبناء. برضو القوات الجوية مع القوات البحرية زي ما حضرتك شفتي الطيران والغواصات يعني لازم التقدم في طبقا للظروف اللي بتحصل دلوقتي وطبقا للتنوع الأسلحة ده حاجة يعني مهمة للغاية يعني. طيب على الناحية الأخرى مثل هذه الأنشطة التدريبية وتحديدا نتحدث عن الحدث الأخير ردع 2024 انعكاسه من الناحية الأخرى على المتدرب نفسه سعادة اللواء؟ المتدرب بيحصل انه بيعرف الجديد كل ما هو جديد في نواحي التدريب يعني كيفية التعاون ما بين القوات الجوية والقوات البحرية في كافة المجالات يعني كل أفرع القوات البحرية سواء الغواصات أو الفرقاطات أو الوحدات الخاصة أو كل أي واحدة فيهم بالتعاون مع جهة أخرى أو فرع آخر من القوات المسلحة بيدي زخم للتدريب. زي ما حضرتك شفتي في التقرير إن كل حاجة لازم تبقى مرتبطة بالتانية علشان ندي أفضل النتائج. طيب أيضا لو تحدثنا على جانب المتدرب سعادة اللواء، ماذا عن جاهزية المتدربين؟ ماذا عن يعني قدرتهم على حماية جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة؟ ونحن نتحدث عن يعني مستوى عالي أو متقدم كثيرا عما كان سابقا في مسألة التدريب نفسه. بالضبط، كان التدريب الأول يعني بدني يعني كل واحد بيشتغل منفردا، انما دلوقتي مع تقدم التكنولوجيا في العالم كله وزي ما شفنا الاول كان المجابهه ما بين القوات، انما دلوقتي التكنولوجيا بتبقى مش مجابهه مباشره يعني حد بيبقى قاعد في مكان بيتك على زرار بيطلع صاروخ بيشتغل في حته تانية خالص. فبالتاكيد اختلاف شديد ما بين الاول وما بين دلوقتي اللي هو شفناه النهارده. تعاون ما بين كافة أفرع القوات المسلحة ده حاجة هامة للغاية في ظل التقدم التكنولوجي العالمي يعني مبقاش ده الأول. وهذه نقطة مهمة اللي حضرتك أشرت ليها، التقدم التكنولوجي. بعتقد أنه حتى أشار التقرير كما شاهدنا هناك يعني كثير من التدريبات المقدمة في هذا الشأن. بشكرك شكرا جزيلا سعادة اللواء، كان في صحبتنا سعادة اللواء نبيل عبد الوهاب، شكرا جزيلا لحضرتك.